وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وأجر ولعن عدوهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان الحسين يعرف سلفا أنه مقتول في كربلاء، ولقد قال في ذلك كلاما كثيرا منذ بداية نهضته. كان الحسين يعرف أنه قربان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، وكتبت عليه الشهادة قبل أن يخلقه الله في هذه الدنيا. وهذه الأرض زارها الأنبياء سلام الله عليهم، زارها إبراهيم الخليل، وزارها عيسى بن مريم، وزارها الإمام أمير المؤمنين، وزارها فيما بعد الأئمة العلماء الصادقون من أهل بيت رسول الله. القبر الوحيد الذي زاره الناس قبل أن يخلق من يدفن فيه هو قبر الحسين. قبل ما الله يخلق الحسين كان الأنبياء يزورون هذه الأرض. وأنت يوم اللي تجي هنا أقول لك اخلعنا عليك، فأنت في أرض كربلاء التي طهرتها دماء كوكبة ذرية من ذرية سيد الأنبياء وسيد الرسل. أنت تمشي وين؟ في يوم، أتصور اليوم السابع أو الثامن من محرم الحرام، إجا واحد في جيش عمر بن سعد، مو في جيش الحسين، جاي في جيش عمر بن سعد لمقاتلة الحسين. شاف للشجرة فتذكر شيء، فبدل ما يروح عند جيش عمر بن سعد جاء ودخل على الحسين عليه السلام وسلم وجلس. قال: أبا عبد الله، كنت مع أبيك في منصرفه من صفين. أنا كنت في جيش أبوك. تدري قسم كثير من الذين قاتلوا الإمام الحسين كانوا مرتدين، بعض من عندهم كانوا مع الإمام أمير المؤمنين. عمر بن سعد من أقرباء الحسين، من أولاد عم الحسين، من قريش. هو يقول: حسين ابن عمي والحوادث جمة. يعني عمر بن سعد أيضا كان يجلس تحت منبر أمير المؤمنين بالكوفة ويستمع إلى مواعظه، لكن إبليس خدعه وذهب. قال: كنت مع أبيك في منصرفه من صفين، حتى إذا مررنا بهذه الأرض صلى ركعتي صلاة عند تلك الشجرة. الآن يوم اللي شفت الشجرة ذكرت. ثم بعد ما خلص الصلاة مد يده إلى الأرض وأخذ مقدارا من التربة، قال: إيهن أيتها التربة، إيهن أيتها التربة، يدفن عندك رجال يدخلون الجنة بغير حساب. الآن يوم اللي شفت هاي الشجرة تذكرت كلام أبوك، وأعتقد أنت المقصود، ترى أنت مقتول. كان واضح الإمام الحسين يقتل في ظهر الكوفة. شنو أول خطبة بيّن فيها، أول بيان لثورته؟
ما بشر الناس بالانتصار، ما قال ترى أنا رايح أصير رئيس دولة واللي يجي وياي يصير مثلا وزير مدير دائرة يعطي وظيفة. قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. زين، الحسين يدري مقتول وهو غني، يعني غير أنه يدري مقتول، الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة ما عنده حاجة إلى أحد، ما يحتاج حتى إلى الملائكة والجن، وقد عرضوا عليه مساعدتهم له. لكن إيش عجب، الإمام الحسين في الطريق إلى كربلاء أحياناً يروح يدور لواحد واحد بالطريق، يشوف العبيد الله الجحفي ينزل عنده، يجي يزوره في الخيمة، يقول له يا عبيد الله إن ظهرك مثقل بالآثام، أنت هواي جرائم مسوي، أنت هواي خطايا مسوي، ما تريد تغسل هاي الآثام؟ قال له خير، لأن هذا كان من قوات جيش أمير المؤمنين وقد خان أمير المؤمنين والتحق بمعاوية بن أبي سفيان في مقابل مبالغ من المال. الإمام يقول له أنت إن ظهرك مثقل بالآثام، تريد تغسل هاي الآثام؟ قال له تفضل. قال تجي تنصرني؟ قال شوف يا أبا عبد الله، أنا ما طلعت من الكوفة إلا لأنك تريد تجي تدخل في الكوفة، عندي هذا الفرس قيمته 1000 دينار وعندي هذا السيف قيمته 1000 دينار، فأعطيك فرسي وأعطيك سيفي. قال ما دام أنت ما تنصرنا فلا حاجة لنا إلى سيفك وفرسك. عندي سؤال، الإمام الحسين الغني بالله عز وجل، الغني بعلمه وحكمته وما يعرف من نفسه، وهو حجة الله على أرضه وحجته على عباده وأمينه في أرضه، إيش عجب يدور واحد؟ أو مثلا يوم اللي زهير بن القين وكان ضد الإمام أمير المؤمنين، كان عثمانيا، يعني كان يتهم الإمام علي بدم عثمان، هذا معنى العثماني. هذا هم جاي بالطريق، الإمام يشوف خيمة يقول هاي الخيمة مال منه؟ قالوا مال زهير بن القين. يا أبا عبد الله هذا مو من جماعتك، ها لا الدورة. قال روحوا عليه قولوا له تعال. راحوا على يده ياكل، فدخل عليه رجل قال إن أبا عبد الله الحسين يطلبك. سكت، يعني اعتبرها ورطة، ما يريد ينصر الحسين، مو من أصحاب الحسين. زوجته قالت له ما تستحي، ابن بنت رسول الله يطلب من عندك، روح اسمع من عندك، ما عجبك ارجع. الحسين شنو قال له؟ ما أدري. بس يوم اللي رجع التفت إلى زوجته قال التحقي بأهلك، أنا رايح ويا الحسين خلاص. قالت لا والله ما أنصفتني، هذا مو إنصاف، أنت تنصر الحسين ابن علي ابن فاطمة، ويوم القيامة وجهك أبيض عند رسول الله، لا والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء، جايين وياك. زين الحسين ليش يدور لعبيد الله الجحفي وهذا الرجل ما حالفه الحظ ولا التوفيق، وفيما بعد تندم على هذا الأمر ولا تساعة من دم؟ أو يدور زهير بن القين بعدين يعينه على الميمنة، يخليه على ميمنة جيشه، لأن الأنبياء والأولياء إخواني يدورون ولو مؤمن واحد. لا تقول أنا ما لي قيمة في هذا الجمع، ملايين من الناس جاءوا لزيارة الحسين، فأنا شنو أمثل؟ أنا ما أمثل شيء. لا والله تمثل شيء كبير، واية تمثل شيء. في حديث عندنا في دعاء اللي يروح للحج، واحد بالدعاء يقول اللهم اجعلني ممن يعمر مساجدك. أنت اليوم ترفع اسم النبي واسم أهل بيت النبي، أنت اليوم ترفع اسم الحسين، لا تفكر أنت ما لك قيمة. الحسين يدور واحد واحد من عندكم يدوره، شي يريد من عنده؟ أن يكون من الصالحين.
شوف القرآن شو يقول: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك صادق في إيمانك، صادق مع الله، وصادق مع النفس، وصادق مع الله. هذا اللي يريد الحسين. ترى الحسين ما يريد إلا المتقين. ليلة عاشوراء وبالطريق صف أصحابه، اللي جاي للدنيا الحسين ما يريده، يريد جماعة خلاص كلام يقوله في سبيل الله، عمل يعمل في سبيل الله، يمشي في سبيل الله. أنا الله يقول: أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. اللي يعمل إلي والغيري أنا ما أريد من عنده شيء، أنا أعطي كل ذاك، ما أقبل من عنده شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رسالة الحسين عليه السلام لأوليائه ومحبيه والصالحين من عباد الله من أمثالكم: أن ازدادوا إخلاصا، ازدادوا تقوى، ازدادوا إيمانا، ازدادوا شجاعة. اطلب من الحسين أن يعطيك شوية من إيمانه، شوية من معرفته، شوية من شجاعته، شوية من ثباته، شوية من تقواه، شوية من أخلاقه. اطلب أنه كل ما أكو ترى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدنيا تنتهي يوم القيامة، تشوف التنافس الحقيقي هناك، من هنا كان مخلص أكثر هناك مقرب عند الحسين أكثر، من اللي هنا كان عمله فعله كلامه كله صدق كذب ما عنده. ليش؟ لأن يا إخوان أكو حقيقة لازم ما ننساها: أي شيء يطلع من عندك يرجع إلك. شوف كلمة نابية، كلمة سب تطلع من فم إنسان، لمن ترجع؟ إلى نفسه، ما ترجع إلك. قالوا كانوا فد واحد، هذا من هذول اليابانيين، اليابانيين اللي كانوا يعملون مصارعة، شايفهم مصارعة خاصة مع اليابانيين. هذا فرد واحد كبير في السن، اجى فرد واحد شاب يريد استفزه، وكان طريقة هذا الشاب في المصارعة أن يستفز الطرف الثاني، يخليه تتخربط أعصابه فيخربط في المصارعة. هذا الشاب اجى يتحدى، قال له: تعال شو، يلا تعال. هذا واقف في مكانه، قام يسبه ويشتمه وكذا، هذا وقف في مكانه، كل ما سبه شتم ما فاد رجع. فاجوا على هذا المصارع الكبير البطل، قالوا له: يا عمي سبك شتمك اشوف انت ما رديت عليه. قال لهم: اسالكم سؤال، اذا واحد جاب فرد هديه وانت ما قبلت من عنده، تبقى عد منه عنده هو؟ سبني انا ما رديت عليه، فالسبه صارت على منه؟ على نفسه. ماكو شيء انت تعمل في هذه الحياه الا وترجع اليك. احسب هذا الحساب، خلي في بالك. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يعني كلمه تقولها، عمل تقوم به، حضور تحضر هنا، تقدم لك خدمه لاي انسان، هذا كله مقدم لنفسك. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وإن أسأتم فلها. أنا أعتقد رسالة الحسين سلام الله عليه إلى أوليائه وأحبته وأصحابه وأنصاره ومحبيه والماشين لزيارته، أن كل سنة تجي إلى زيارة الحسين، يوم اللي ترجع أنت مختلف، أخلاقك أفضل، إيمانك أكثر، تقواك أكثر، صداقتك، محبتك، وتعاونك، عطائك، حتى الناس تقول: والله هذا راجع من زيارة الحسين، صاير كأنه من أصحاب الحسين عليه السلام، ويلتقطك الإمام الحسين ويعتبرك من أصحابها. لا تفكر أنه الحسين يضيع، ما يضيع، الحسابات ما تضيع دوم، ما تضيع. كان فرد واحد يسوي عزيمة، في هاي العزيمة يقدم تمن ويجيب دهن عور ويجيب عادة لحم غنم يعطي. فرد يوم شاف بالمنام كأنه يوم القيامة، والإمام أبو عبد الله الحسين جالس، وكل واحد اللي يمر
وحسابهم عليكم. الله أكبر وأعظم من أن يباشر خلقه. حساب الناس عند الأئمة سلام الله عليهم وحسابهم عليكم. فالإمام قاعد يحاسب. من جملة إجا وصل هذا الإمام التفت إلى اللي حوله، هذا بالمنام ذا يشوف، قال له شوف اكتبوا له هذا كذا طن مطي من التمن، كذا مقدار تنك من الدهن الحور، وكم تنكة من الدهن غير الحور، وهالمقدار من لحم الغنم، وهالمقدار من لحم البقر. قال يا أبو عبد الله أنا لحم بقر ما أعطي للناس، أعطي لحم الغنم. قال لا لحم بقر. قعد من النوم جمع أولاده، تعالوا يا جماعة أنتوا أنا أمرتكم أن تعطون للزوار للناس للجائعين للمحتاجين، تعطوهم أفضل طعام، أفضل أنواع التمن، أفضل أنواع الدهن، وأفضل أنواع اللحم. أنتوا مطين غير لحم شو اسمه لحم الغنم، وصرفتوا غير دهن الحور. قالوا إيه والله بابا شلون نكذب عليك، أنت صحيح قلت لنا، بس قلنا هالناس شنو الفرق عندهم، من اللي يميز بين لحم الغنم ولحم البقر؟ ممكن الناس ما يميزون، بس الحسين حسابه دقيق. عملك يوم اللي إله يعرفه، العمل اللي مو إله ما يعرفه. فرسالة هذه الزيارة العظيمة هي بالنسبة إليكم أن تقربوا إلى الحسين بتقربكم إلى الله. إذا واحد يسمعني عنده معصية من المعاصي، مثلا يتشذب على الناس، وهذه قضية كبيرة إن شاء الله لا بد أن نتكلم كثيرا حولها، يعني يتشذب عنده عادي، تحريك لسان ما بيقمرك، هذا لازم من الآن تعقد صفقة بينك وبين الحسين أن لا تعصي الله. هذا اللي يريد الحسين، أن لا تعصي الله. أنا جاني واحد كان دا يرتكب ومرتكب فرد معصية كلش كبيرة، وهي سأقول لكم أعوذ بالله، متزوج ومتصادق مع امرأة متزوجة، هم هو متزوج وهم هذيك متزوجة، وعلاقاته رايحة إلى الأخير. قال لي سيدنا متورط شنو أسوي؟ قلت له شوف، أولا أقول لك ما عندي حل آخر لك إلا أن تتوب إلى ربك وتترك هذه. قال هذه أخذت بمجاميع قلبي وفكري وعواطفي. قلت له هذا كله كذب، إبليس أخذ بمجامع قلبك، بطل، هاي معصية الله ما لها تبرير. بعدين حرمت عليك مؤبدا، حتى لو طلقت من زوجها ما يمكن أن تتزوجها. قال والله هواي محاول ما صاير. قلت له أنا أعلمك طريقة، روح زيارة الحسين، هو مو مال العراق، قلت له روح زيارة الحسين عند ضريح الحسين، قل له أبا عبد الله أريده وأنت تسمعني أن أعاهد الله عز وجل أن أترك معاصيه وخاصة هذه المعصية. شفت بعد سنة قلت له ها بشر، قال الحمد لله والله رب العالمين هم ساعدني، والإمام الحسين ما قصر في حقي، ولقد تركتها وأكرهها الآن، بينما سابقا كانت ماخذة بمجامع قلبي. المهم عندنا أيضا رسالة للسنة، إخواننا السنة، شوفوا ماكو واحد في العالم يستطيع أن يقول أن النبي لم يكن يحب أهل بيته. أكو واحد يقدر يدعي هذا الادعاء؟ زين أنت اللي تقول نحن على سنة رسول الله. النبي مع الحسين كيف كان يتعامل؟ كان يضربه أو كان يقبله؟ كان يشيل على كتفه أو كان يدفعه؟ سنة النبي. تعالوا نشوف سنة النبي مع الإمام الحسن، سنة النبي مع فاطمة الزهراء، سنة النبي مع الإمام علي، شلون كانت سنة النبي؟ ترى هذه رب العالمين يحاسبكم عليها، والنبي يحاسبكم عليها. يقول أنتوا أعمالكم عباداتكم طاعاتكم كنتم تأخذوها من عندي، آخر أنا شلون كنت أتعامل مع أهل بيتي؟ كلما دخلت عليه فاطمة طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات عمرها 7 سنوات تدخل على النبي،
فيقوم لها ويقبل يدها ويجلس ويجلسها في مجلسه، يعني هو يقعد فاطمة في مكانه، هو وين يصير؟ قدامها، النبي بعظمته يقعد قدام فاطمة ويقول: رضا الله من رضا فاطمة، رضا فاطمة من رضاي، وغضبها من غضبي، ورضاي من رضا الله، وغضبها من غضب الله. الإمام الحسن شلون كان يتعامل وياه؟ يوم اللي نزلت الآية، آية المباهلة، نصارى نجران اجوا وتحدوا النبي في قضية السماء، قالوا: احنا على حق وانت على باطل، واذا انت تدعي انك على حق يلا خلنا نطلع الى المباهلة، نطلع برا الى الصحراء، نحن ندعو ان الله عز وجل ينزل عذابه على المبطل اللي من اهل الباطل اللي حكموا وياه، الله ينزل عذابه ويرحم المحق. النبي قال: ما يخالف تعال. لما النبي راد يطلع فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قدم أبناءنا بعدين نساءنا بعدين أنفسنا. هذه آية قرآنية وما بيها غلط. لا يكون واحد يطلع يقول هذا تعريف من عندكم، هذه آية موجودة في جميع الكتب التي طبعت قرآن الكريم سلام الله على النبي. ومن ثم قال كبيرهم، هذا الشيخ الكبير مالهم، قال: شوفوا إذا طلع ويا أهل بيته لا تباهلوه. أنا قاري بالكتب أن هذا يوم اللي يجي مع أهل بيته يباهل، ترى الحق وياه. إذا شفته جاي مع أصحابه روحوا، هذا الحق مو وياه. وإذا بالنبي خرج وهو يحمل الحسين ويده في يد الحسن وخلفه فاطمة ووراء فاطمة علي، هذا الحسين اللي قتلوه في كربلاء، هذا النبي مقدمه، الله مقدمه في هذه الآية المباركة على أنفسنا. يقول: تعالوا ندعو أبناءنا. أبناءنا منه يعني الحسن والحسين، ونساءنا يعني فاطمة، ثم يقول: وأنفسنا يعني النبي والإمام علي. أنا كلامي للسنة يا جماعة، ترى لا تتركب براسكم كلاوة النواصب، لا تنخدعوا بأحابيل إبليس، النواصب يريدونكم نواصب. أنا أدري أغلب المسلمين يحبون أهل البيت، لكن المحبة وحدها لا تكفي. ذاك اليوم طالعين في السعودية ذول الوهابيين مصدرين بيان باسم الأشراف. الأشراف يعني منه؟ الأشراف يعني السادة، أولاد الإمام الحسن، الأكثرية أولاد الإمام الحسن وبعض أولاد الإمام الحسين، إحنا نسميهم سادة، هم يسموهم أشراف، وفي بعض البلاد يسموهم علويين، يعني من أولاد الإمام علي. مطلعين بيان أنه إحنا الأشراف، طبعا هذول الوهابيين كذب، بس على كل حال أنه نحن الأشراف نطالب الشيعة بالاعتذار من قتل الحسين، يعني الشيعة هم اللي قتلوا الحسين. زين، أنا عندي كم كلام بالنسبة إلى هؤلاء الوهابيين. أقول: أولا الوهابيين قلة قليلة، هؤلاء نواصب ما يردون لا النبي ولا أهل بيت النبي، كله كذب، يستخدمون كل هذا السياس، مثل ما يستغلون صدام حسين كان يستغل العروبة، وحدة وحرية واشتراكية، كله كذب. أكو ناس يستغلون الدين باسم الدين باسم شريعة سيد المرسلين، يردون يحكمون على الناس. لكن أقول أولا، إذا هذا الباب لا تفتحوا على أنفسكم، لأن إذا فتحتوا ما ينغلق عليكم. أنتم تقولون أن الشيعة قتلوا الحسين، ليش؟ لأن الشيعة أمير المؤمنين دعوا الحسين للكوفة، صحيح الشيعة دعوا الحسين، لكن شيعة أمير المؤمنين في الكوفة بين من ذبحهم عبيد الله بن زياد وبين من أودع السجن، بني أمية تلقفوا الحسين في كربلاء، وسلام الله على الحسين كم كان ينظر بعيدا يوم اللي قال: يا شيعة آل أبي سفيان، حتى لا يطلع فرد واحد يقول ذولا شيعة علي، يا شيعة آل أبي سفيان، الحسين
لم يكن حرب ما بين طرفين، حرب ما بين طرف واحد على مجموعة من الأبرياء جايين يروحون لاستضافة شيعة أمير المؤمنين في الكوفة. جيش عبيد الله بن زياد، يزيد بن معاوية، بني أمية، شيعة أبي سفيان اتلقوا الحسين في كربلاء وقتلوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنتم تقولون الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، يلا تعالوا تفضلوا أخذوا قضية الحسين. أشوف تطلعون روايات كذابية ويومية كلام أن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. أشوف احنا دا نبكي على الحسين وانتوا عندكم يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. إذا أنت تقول احنا الذين قتلنا الحسين، تعالوا انتوا تحملوا قضية الحسين وارفعوا رايته، تعالوا ابكوا على مصاب الحسين. واحد اللي يحب واحد يحب بعواطفه وبقلبه وبعقله، ما يصير انا احب واحد وما احزن لحزنه، احب واحد ويوم اللي يموت عنده عزيز ما اروح اعزيه. تعالوا تفضلوا، شوف ما نشوفكم انتوا جايين لزيارة الحسين في الأربعين، او انكم تقيمون مجالس العزاء للحسين، او تفرحون بفرحه وتحزنون لحزنه، شو ما شفناكم. وبعدين اذا والله تردون هذا الكلام تكرروا مرة ثانية أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين وأن عليهم أن يعتذروا لقتل الحسين، نحن نطالبكم بالدية والقصاص لقتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقتل محسنها وقتل أمير المؤمنين وقتل الحسن وقتل الحسين. تجي تقول لي أنتوا اللي قتلتوا، انتوا اللي قتلتوا سلام الله عليهم، كانوا في دنياهم مظلومين وبعد وفاتهم مظلومين، بعد شهادتهم مظلومين. تتذكرون شلون شيعة آل أبي سفيان كانوا يمنعون الزوار يصيدوهم كأنهم طيور في البساتين، شلون يروحون بعض الناس يصيدون العصافير في البساتين اللي يجي مشي إلى كربلاء، ذولا كانوا يصيدوهم. لكن أقول لك شيء أبرد قلبك، والله ورب الكعبة ورب البيت الحرام، لو تجمع المنافقون كلهم اليوم ويساندهم جميع الأبالس في العالم على أن يطفئوا شمعة من شموع الحسين لا يستطيعون. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. إخواننا، إخواننا السنة، نريد لكم الخير، نحن وجدنا هذا النور، ندعوكم إلى أن تجدوا هذا النور معنا. ترى هذا الحسين كنز عظيم من كنوز الله، قضاياكم الدنيوية هنا تستجاب، والأخروية هو سيد شباب أهل الجنة، ماكو غيره ولا أحد ادعى. أكو واحد من الخلفاء غير أمير المؤمنين وأولاده ادعوا أنهم شفعاء يوم القيامة، ماكو حتى ادعاء ما عندهم، أحد من عندهم ما قال أنا ترى أشفع لكم. لكن النبي قال مقاما محمودا مقام الشفاعة، فاطمة الزهراء شفيعة يوم المحشر، الإمام علي شفيع، الإمام الحسن شفيع، الإمام الحسين شفيع، تعالوا يا جماعة إلى خير الدنيا والآخرة، تعالوا إلى الحسين. وبعد أنا أدعو جميع المصلحين في العالم، اليوم أكو ناس في جميع الديانات مصلحين يقولون والله ما ندري شلون الناس نخليهم يصيرون طيبين، شلون نخلي الناس يتعاونون فيما بيناتهم. أكو مصلحين نظرياً، أكو مصلحين عملياً، حكومات، دول، ماكو دولة وتريد الجرائم، ماكو دولة وتريد قتل النفوس، ماكو دولة إلا وتريد الشعب يكون شعب طيب، شعب مسالم. انتوا تعرفون الشعب العراقي شعب عنيف، يعني العنف
جزء من دم العراقيين، لكن خلال محرم وصفر يتحول العراقيون إلى شعب من الملائكة، حقيقة من الملائكة. ترى في العالم كله ماكو هالشكل شعب، ماكو. يتنافسون على شنو؟ على العطاء، يتنافسون على الخير، يتنافسون على تقديم الخدمات. أتحدى أن يكون أحد يمكن أن يقول أن باستطاعة أي دولة في العالم لو صرفت الملايين والمليارات قادرة على أن تقدم خدمات المسكن والمأوى والمطعم لأكثر من 14 مليون نسمة، بحيث أن ولا واحد يبقى جوعان يوم ولا عطشان يوم. وبعدين هذا يوم اللي يقدم لك الخدمات ما يقول هذا من عندي، يقول شاي أبو علي، طعام أبو علي، ماي أبو علي، حتى موبايل أبو علي. تعال، هذا مال الحسين مو مالتي. هذا من أخلاق الحسين، سرى في أتباعه. إذا أتباع الحسين كان عندهم ثبات فبسبب ثبات الحسين، عندهم صبر بسبب صبر الحسين. مثل ما الحسين سلام الله عليه قدم الماء لأعدائه حينما واجه جيش الحر بن يزيد الرياحي، وقدم الماء الذي سيحتاج إليه لهم. تشوف العراقيين يطلع من بيته، وينام بالشارع، لكن الزوار يخليهم في بيته وما يعرفهم، ما يعرف. أنا هذا الكلام قايله وأقوله. واحد من أخواتنا في البحرين قال لي أول العام، قال سيدنا كرم مثل كرم العراقيين ما شايف. قلت له أنا عشت في البحرين، أنتوا أيضا كرماء؟ قال لا. أي واحد يوم اللي يعمل عزيمة لشخص في قرارة نفسه يشعر أنه متفضل على اللي عزمه، متفضل على الضيف ماله، بس هذا يقدم لك الطعام ويشعر أنت متفضل عليه، مثل ما سماحة الشيخ قال، في قرارة نفسه يشعر أنه اتفضلت عليه يوم اللي أكلت يمه، مو هو اللي متفضل عليك. يتحول العراقيون إلى شعب من الملائكة خلال شهرين من الزمن. يعني هذا اللي نسمعه في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه الصلح يصير عام، الجميع متصالحين ويا بعض، تشوف الناس كلها متصالحة، تقدم خدمات، تعطي. في هايتي صار زلزال والناس صارت بلا مأوى بلا طعام، فدخلت الأمم المتحدة ودخل الجيش الأمريكي والمارينز. بعد أسبوع عملوا الناطق الرسمي باسمهم عمل مؤتمر صحفي، قال إلى الآن قدمنا 1,000,000 وجبة طعام. قلت سبحان الله، في ذيك السنة الطعام اللي قدم لزوار الحسين احنا حسبنا هالشكل بشكل عام 235 أو 37 مليون وجبة طعام قدمت للناس. تعالوا ادرسوا هذه الظاهرة، تعالوا اعرفوا أنه حول حبل الله، حبل أهل البيت سلام الله عليهم، تتصلح النفوس، الناس تصير طيبة مؤمنة صالحة معطاءة خدومة. أنت شايف معارك تصير بالشوارع مع هذا الازدحام؟ أبد. زين، واحد يدفع الثاني طبيعي، لكن ما شفنا هذا اللي دفعوه جرج على صاحبه وقال له ليش. لكن حتى في بريطانيا في لندن هذول اللي يقولون احنا ديمقراطيتنا صار لها أكثر من 700 سنة وإحنا اللي صنعنا أمريكا وإحنا اللي صنعنا كذا، إذا يصير مباريات كرة قدم ما بين فريقين الجيش كله يستنفار، ومع ذلك قتلوا مقاتل بيناتهم. لكن هذا العدد الهائل من الناس يأتي ويعود، هذا غير ما في دواخلهم. شوف الإنسان عنده شعورين نبيلين، الحب والحزن. هذا الشعور نبيل، الحب، أن تحب طرف معين. الناس ما الذي يحركهم إلى الحسين؟ حبهم وحزنهم. حبهم للحسين، هذا اللي يجي من البصرة، هذا اللي يجي من كركوك، هذا اللي يجي من أقاصي البلاد. العام الماضي واحد من لندن كان جاي، تدري من لندن الآن كم شهر؟ ما انتشر بالطريق. ناس جايين من الهند مشي. هذول شنو في خاطرة غير حب الحسين
وحب أهل بيت الحسين. أكو شيء ثاني بالطريق لما دا يجي دا يذكر غير الحسين؟ دا يذكر الحسين، هذا الحب محرك له، والحزن أيضا. لكن الحب هذا مو حب المال، هذا مو حب المنصب، هذا مو حب الذكر، هذا حب خالص لمن جسد الفضائل كلها. احنا ليش نعشق الحسين؟ عشقنا الإيمان فعشقنا الحسين، عشقنا الصابر فعشقنا زين، عشقنا الثبات فعشقنا علي الأكبر، عشقنا المقاومة فعشقنا حبيب المظاهر. يعني هاي الفضائل كلها تجسدت في كربلاء فعشقناها. يعني هذا اللي يجي يلومك ليش انتم بعدكم مكلبين بالحسين، هو الملام. ايش عجب انت ما تجي عند الحسين؟ جسد جميع الفضائل ورفع رايات جميع الانبياء. تدري ابليس عنده رايات متعدده، عنده رايه السلطه، عنده رايه المال، عنده رايه الجنس، عنده رايات مختلفه. الانبياء عندهم ايضا رايات مختلفه. الامام الحسين في كربلاء رفع رايات جميع الانبياء، ولذلك نقول له السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله، الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي امير المؤمنين. هذا في كربلاء رفع كل الرايات في مقابل شنو؟ في مقابل كل رايات ابليس. ابليس راد يقضي على هذا الدين تماما، يخلصه، ما يبقى من عنده شيء. ولذلك قال الناطق الرسمي باسمه، قال لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، لا يكون فالطفل اللي يبقى من عندهم يرفع الراية. لكن هذول ما يعرفون أن الله في موقع العدل من مملكته، ما يعرفون أن الله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا. الآن 1372 سنة قبل الإمام الحسين قتل في هذه الأرض. ذاك اليوم لا في وكالات الأنباء، ولا في تلفونات سيارة جوال، ولا في أجهزة تصوير. الآن تعرف أنت كل صغيرة وكبيرة مما جرى على الحسين. من الذي حفظ ثورة الحسين بتفاصيلها؟ كأنك يوم اللي تسمع قصة القاسم هذه صايرة الآن، خروج علي الأكبر كأن الآن، ليلة عاشوراء كأن الآن. من حفظه؟ الله. الله يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا بدم الحسين حفظ هذا الدين من الانحراف. لو ما كان دم الحسين تدري هذا الدين شلون كان؟ أنا أقول لك شلون كان. السيد المسيح سلام الله عليه نبي عظيم من أنبياء الله، هذا في أيام رأس السنة نيو يير مالهم، وفي أيام الكريسماس فسق فجور بكل أنواع باسم السيد المسيح، باسم السيد المسيح، شرب خمر، رقص، فسق، فجور بالشيء العجيب. حتى أنه يقال في أوروبا ما أدري 15,000 واحد ينقتلون بسبب أنهم يجون مخمورين شاربين خمر باسم السيد المسيح، ويعملون زنا باسم العذراء مريم التي لم تتزوج وباسم المسيح الذي لم يتزوج. ترى لولا الحسين لكان هذا الدين صاير مثل هذا الدين اللي عند الجماعة، اللي بقى الصلاة صلاة، الصوم صوم، الحج حج، هو الإمام الحسين. ولذلك نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة. زين أنت بدأ تصلي، إيش عجب تقول الحسين أقام الصلاة؟ الصلاة الحقيقية صلاها الحسين، الزكاة الحقيقية قدمها الحسين بدم أولاده وإخوته وأصحابه ودم مهجة قلبه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحقيقي، مو الكذاب اللي تشوف الحكومات هذه تسويها باسم الدين، يظلمون باسم الدين، يصادرون الأموال باسم الدين. الآن هذا اللي دا يجري في البحرين، وكلكم تعرفون قدامي هذا العلم، هذا الذي يجري في البحرين. السعودية شكوى عدا رايحة البحرين، ما تقول لي شعدها في البحرين؟ يعني حكومة البحرين آل خليفة ما عندهم جنود يذبحون الناس؟
جايبين جيوشكم للبحرين على شنو؟ يقول لك هذول أولاد المتعة. زين الحمد لله إحنا أولاد الزواج الدائم وأولاد المتعة، والزواج الدائم والمتعة زواج ونكاح حقيقي كان في عهد رسول الله. لكن أنتوا أولاد منو؟ أنتوا قلوا لنا أولاد منو؟ وهذا كله باسم الدين، باسم الدين لعبة؟ يعني تظلمون النساء والرجال والأطفال؟ أي دين هذا؟ الله يقبل بالقتل؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنا مرة قلت في محاضرة، قلت هذا حمد المملوك، هذا المفروض كم واحد يقتل حتى يحاسبوك قاتل؟ يقتل لواحد يعتبر قاتل؟ إلى الآن قتل ل44 شخص ومجموعات بالسجون نساء حرائر. ترى يزيد بن معاوية أسر زينب ونساء أهل البيت لكن أطلقهم فيما بعد، هذا بعد مخليهم بالسجون أطفال. يوم اللي كان في إسرائيل وصراع ما بين شعبين، الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني، كان فقط اللي في سجون إسرائيل كان 28 امرأة وفي البحرين 92 امرأة بالسجن، وذولا هم جايين باسم الدين علينا. ترى لولا الحسين لكان هذا الدين هو هذا اللي عنده ذولا. يقول لك انتخابات لازم يصير في سوريا، انتخابات حرة. زين وفي بلادك الانتخابات ليش ممنوعة وحرام؟ مظاهرات في ليبيا حلال وفي سوريا واجب وفي السعودية حرام شرعا، طلعوا فتاوى حرام، يعني واحد يطالب بحقه حرام. أدري هاي آيات قرآنية جديدة من وين تنزل عليكم؟ وينكم هذا الدين؟ هالشكل الحكم وين؟ الحسين هو الذي حافظ على هذا الدين، أن الدين الله من الله مو من كل حاكم غشوم، ورث الحكم من ظالم ميشوم. ما قبلوا من النبي أن يعين وصية، قالوا ما يصير، شلون النبي يعين وصي وهم يوم اللي جاي من بطن أمه هذا ملك ويوم اللي جاي من بطن أمه هذا وصي؟ زين وين سنة رسول الله؟ لا هنا أنا بعد بيدنا السنة، بيدنا نلويها مثل ما نريد شلون ما يعجبنا. هنا انتفاضة شعب أعزل طيب مؤمن صالح صادق 230 سنة تحت حكم آل خليفة، 232 سنة. رئيس الوزراء أقدم رئيس وزراء في العالم، صار 43 سنة رئيس الوزراء. خلال المدة اللي هو رئيس الوزراء أكثر من 8 رؤساء جمهوريات في أمريكا تبدلوا. ناس يطالبون بالتغيير، لا ما يصير، هنا أنا حرام. عجيب ليش؟ لأن أنتم من أتباع أهل البيت. زين وذا من أتباع أهل البيت، يعني هذه جريمة أننا نؤمن بالله وبرسول الله وبأهل بيت النبي ونؤمن بأن هذا الدين ما يتغير ما يتبدل، هذه جريمة يعني علينا. ثم نطالب بما طالب به الآخرون، اللي طالبوا في تونس واللي طالبوا في مصر واللي طالبوا في ليبيا، اللي طالبون الناس في هذا البلد السعودية، انتم شكواتكم جايين بدباباتكم مدرعاتكم، شنو هالفتنة؟ نظام الفتنة، فتنة ما بين المسلمين. انتم اسمعوا الى قنواتهم شغلهم فتنة، تفرقة ما بين المسلمين، هذا شغل مالهم. رواية النبي تقول من كفر مسلما فقد كفر. زين تكفرون على شنو؟ على شنو تكفرني؟ على أن طالبت بحقي وقلت أنني أريد الحرية كما أرادها بقية الناس، وقلت أريد العدل كما أرادها بقية الناس. لا والله لازم نضربكم ونقتلكم ونسجنكم ونجوعكم. هذول اللي طردوهم من الشغل منعوا حتى الشركات الخاصة أن توظفهم عندهم، يعني نريد نجوعكم أنتوا وعوائلكم حتى تموتون من الجوع، حتى تموتون من الجوع. هذا هو منطق منه؟ هذا منطق إبليس، هذا مو منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مو منطق القرآن. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. منطق القرآن غير هذا.
الحمد لله الذي من علينا بأهل بيت نبيه حتى يحفظون لنا الدين الذي أراده الله لعباده. أكتفي بهذا المقدار. أعيد الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونرجو من الله أن يوفقنا جميعا للسير على هدى أهل البيت إن شاء الله إلى نهاية حياتنا، وأن لا يسلب منا هذا الإيمان. ولا بد هنا في ختام كلامي أذكر الشهيد الصدر الثاني حقيقة، الذي يشارك كل هؤلاء الذين يأتون مشيا على الأقدام، يشاركهم في ثوابهم، لأنه هو الذي أحيا هذه السنة التي أمر بها الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم. هو شريك، هو كل واحد لديه يجي سواء يعرفه أو ما يعرفه، لا بد أن أذكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونقرأ معا الدعاء بتعجيل الفرج للإمام المهدي: اللهم كن لوليك الحجة